مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور محمد الحلبي. بداية نسعد مساك. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك. أهلا وسهلا. كلك سؤال. في البداية طبعا حضرتك أخصائي معالجة تحفظية تركيبات سنية وحضرتك حاليا صاحب عيادة خاصة بعمان. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا الدكتور محمد نزار الحلبي، أخصائي معالجة تحفظية، تخرجت من جامعة مصر لعلوم التكنولوجيا سنة 2014. مارست المهنة كطبيب أسنان من سنة 2015. بعديها بسنة 2017 التحقت بالخدمات الطبية الملكية ضمن برنامج اختصاص المعالجة التحفظية، اللي هو الاختصاص الذي يعني بمعالجة العصب والتركيبات السنية الثابتة كراون بريدجز فينير والحشوات التجميلية. وأنا حاليا ممارس المهنة في عيادتي الخاصة من سنة ونص تقريبا. بالتوفيق. ما هو سر نجاحك وتميزك كطبيب أسنان؟ نجاح الحمد لله دائما توفيق من رب العالمين ورضا الوالدين الحمد لله، اللي هم دائما كانوا الداعمين لي في بداية مسيرتي من وقت ما اتخذت قرار اني امارس مهنة طب الاسنان وادرس في الجامعة. والحمد لله رب العالمين، يعني توفيق ربنا ورضا الوالدين هو اللي استمر معنا الحمد لله. نعم. ما هي رؤيتك المستقبلية برأيك؟ الى اي مرحلة تطور عنا القطاع الطبي بالاردن، او نحكي عن تطور طب الاسنان بالتحديد؟ أنا الحمد لله رب العالمين، الأردن تعتبر من الدول المتقدمة في مجال طب الأسنان من ناحية الكفاءات الموجودة، الخبرات الموجودة، التطور في الأجهزة الطبية اللي الأردن موجودة فيها، وهذا الإشي بنعكس أثر إيجابي على المرضى كلياتهم. الخبرات، الكفاءات، دور نقابة طب الأسنان في التشجيع دائما للدورات المستمرة اللي بتصير عنا إياها لتثقيف الأطباء والتطوير من مهاراتهم، وهذا الإشي كله بينعكس إيجابيا على المرضى اللي بيجوا عنا. والحمد لله رب العالمين، الأردن تعد من أفضل الدول في التقدم الطبي. نعم. بس تحكي لي دكتور، بما أنه أنت أخصائي معالجة تحفظية، إيش هي أصلاً المعالجة التحفظية؟ المعالجة التحفظية هو الاختصاص الذي يعني بالتركيبات السنية الثابتة كراون بريدجز فينير، يعني بمعالجة العصب والحشوات التجميلية. نعم. بس نحكي شوي عن تجميل الأسنان، إيش هو الفرق أصلاً بين الفينيرز والفيسنج؟ الفرق بين الفيسنج والفينير كالتالي: الفيسنج هي عبارة عن حشوات تجميلية يتم تركيبها وصناعتها داخل العيادة، يتم بجلسة واحدة. نعم. بينما الفينير بتم على مرحلتين: المرحلة الأولى تم عملية برد الأسنان وإرسال قياسات الأسنان إلى المختبر، يتم بعدها تركيب الأسنان. الفرق بينهم هو ديمومة الفينير عن الفيسنج. الفيسنج للأسف هو نعتبره إشي مؤقت، إحنا له مشاكل، بينما الفينير لما ينعمل بالطريقة الصحيحة بيخدم فترات زمنية طويلة مع المريض، طبعا مع المحافظة عليه من قبل المريض. وأنت كطبيب إيش بتفضل أكثر؟ أنا أكيد الفينير. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أتمنى طبعا نلتقي بصاحب جلالة الملك عبد الله الثاني وجه لوجه، مقابلته شخصية عشان نشكره على جهوده المبذولة في تشجيع الشباب من أجل النهوض في الوطن وتشجيع السياحة العلاجية، اللي احنا الحمد لله رب العالمين الأردن تعد من أفضل الدول الموجودة في الوطن العربي لجذب السياحة العلاجية. نعم. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمن بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ أكيد بوجه رسالة شكر لوالدي الله يحفظه ويطول بعمره، الدكتور نزار الحلبي، اللي وأنا كنت مدرسة كان دائما يشجعني أطلع طبيب وأمارس مهنة الطب، والحمد لله رب العالمين يعني كان الداعم الأول لي ولحد الآن في مسيرتي الطبية. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر من موقع العيادة وطرق التواصل معكم. إحنا عيادتنا موجودة في منطقة الدوار السابع حي الرونق. طرق التواصل هحط لكم رقم التواصل حاليا أسفل الشاشة، في كمان تواصل عن طريق الإنستغرام أو الفيسبوك، احنا جاهزين لخدمتكم دائما. شكرا لك. شكرا لك، يعطيكم العافيه. كلك سوا. في نهايه هذا اللقاء اعزائي المشاهدين، نود ان نشكر الدكتور محمد الحلبي على حسن استضافته لنا وعلى امل اللقاء بكم مجددا. نورت شاشتنا. شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لكم جميعا.